ومن الغربية نروح لبني سويف. معنا دكتور محمد غنيم محافظ بني سويف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. الاستعدادات حتى الآن لمواجهة موجة الطقس الغير مستقرة؟ هو أولا هو بني سويف بتتعرض دلوقتي لموجة أمطار مستمرة، احنا بقالنا كده قرابة ال 32 ساعة أمطار شبه مستمرة بتتوقف لفترات قصيرة يعني لا تزيد عن الساعة، بعد كده بترجع تاني. أمطار غير معتادة في بني سويف بالمرة، ومع ذلك الحمد لله احنا كنا مستعدين من قبلها، فبيتم التعامل معاها بما يعني كما يجب ان يتم التعامل. الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على كل المشاكل، وخاصه امبارح بعد وصول سرعه الرياح اللي تتعدى ال 40 كيلومتر في الساعه في مراكز بني سويف كلها. الحمد لله ان احنا قدرنا نتعامل مع هذه الازمه، ولكن لا زالت طبعا في بعض الامطار الخفيفه لسه مستمره على بني سويف مع بعض الرياح. طبعا شبكات الصرف الصحي لا تستوعب هذا الكم من الامطار، مش بس في بني سويف، في معظم المحافظات الموجوده في الجمهوريه، وبالتالي اعمال رفع تجمعات المياه وعربيات شفط المياه لتصريف مياه الامطار، ايه اللي بيتم يا فندم في هذا الامر؟ والحقيقه في تنسيق متكامل مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي، فاحنا شغالين بالتناغم مع بعض، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخفف الاحمال على الشبكات عن طريق تصريف او استخدام عربيات الشفط وكسحها في اماكن بعيده عن الشبكه، لان الحمد لله احنا بقرب النيل، فدي ميزه ان احنا بنقدر نفضي الى حد ما فيه، فبنخف الحمل على الشبكات، اضافه ان احنا بنتعامل مع تفريغ الشبكات بحكمه، ما بننزلش كل الكميات جوه الشبكات عشان نقدر يعني نحافظ عليها اطول فتره ممكن. أنا بشكر حضرتك يا فندم دكتور محمد غنيم محافظ بني سويف.